روبو أجريكال عبارة تراكتور أوتونوم على روحه اسمه أتلس فيرسيون الثانية متاع أتلس بدينا ديجا سافي دو زون توا هو مازال أون كور دو ديفلوبمون قاعدين نعملوا دي تيست سور تيران من ضمن المشاكل اللي عند الفلاح هي كي يجي يداوي الأجار نتاعو نجم يخلف أسرة ما يداويهمش ولا نجم الشوفير ولا اللي هو معناها ما يحترمش السرعة فما سرعة معناها لازم يحترمها فهمت بين الأسباب هذه خلتنا نخمو في الروبو هذا اللي هو أتلس إسونسيالمون ينجم يعمل حرث يحرث مش لابور بروفون الحرث كما نقولوا صغير تريتمون كيف كيف الاستيماسيون نتاع البرودكسيون نتاعك معناها الغلة نتاعك مازالت في الشجرة هو يعمل لك استيماسيون تاع الغله نتاعك ومن بين الحاجات زاد اللي نجم يعملهم هي ديتكسيون دي مالادي كل شيء معناه فيه تونسي الفلاح مازال صحيح ما عندوش وعي ويخاف من التكنولوجيا ونجم يكون عنده حق فهمت مي احنا قاعدين معناه ماشيين في السونس هذاك نحبوا نبداو بالمارشي نتاعنا التونسي ومن بعد كان فما امكانيه باش نمشيو لبرا هذيك ما فماش حتى مشكل.